أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني
إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فلما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun.
Allah la ilahe illallahu, derde derman ya Allah. Ecel bu kebelimizi, ecel bu kebelimizi söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah, derde derman ya Allah. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydür dervişi baba, annem babam topraktır. Çiçek eydür dervişi baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, sen kimin ümmetisin? Sordum sarı çiçeğe, sen kimin ümmetisin? Çiçek eydür dervişi baba, Muhammed ümmetiyim. Çiçek eydür dervişi baba, Muhammed ümmetiyim. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek eydür dervişi baba, ölümsüz yer mıdır? Çiçek eydür dervişi baba, ölümsüz yer var mıdır? Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek dervişi baba, sen Yunus değil misin? Çiçek eydür dervişi baba, sen Yunus değil misin? Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Hak la ilahe Allah la ilahe illallah. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ويا أرحم الراحمين All praise be to Allah, Tabaraka wa Ta'al. Peace and blessings be upon the Prophet Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and all the prophets from Adam alayhi salam to him, as well as on the companions of the prophets and their followers. Ya Rabbal Alameen, wa ya Arhamar Rahimeen. Only you we worship, and from only you we seek help. Guide us along the straight path. Ya Allah, O our Lord, none has the right to be worshipped except you. You created us, and we are your servant. We abide to your covenant and promise as best we can. We take refuge in you from the evil of which we committed. We acknowledge your favor upon us, and we acknowledge our sins. Ya Rabbal Alameen, grant us forgiveness and mercy. You are the best of those who show mercy. Ya Rabbal Alameen, wa ya Arhamar Rahimeen, blot out our sins and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are, help us against those who stand. Ya Allah, grant us, our parents, good in this world and the world hereafter. Protect us from the torment of the hell. Ya Allah, grant us in our maids and offspring the joy of our eyes, and makes us patterns for those who guard against evil. Ya Rabbal Alameen, wa ya Arhamar Rahimeen. With all humility and sincerity, we appeal to you and seek from you your grace, your guidance, and your help. We, as Muslims, and as all humanity, having been terribly afflicted with a disease known as coronavirus. Ya Rabbal Alameen, we ask for your help and call you by your name as Shafi. Give us cure and remedy to this disease. Ya Rabbal Alameen wa Ya Arhamar Rahimeen, we cry out for your shifa. As you are all healing, grant healing to those who are suffering from this terrible disease and other diseases. Ya Rabbal Alameen wa Ya Arhamar Rahimeen, help and protect all the people who work for us. And Ya Rabbal Alameen, especially our medical staff, help and protect all the people, all humanity. Ya Rabbal Alameen wa Ya Arhamar Rahimeen. On this special night, we call you with the supplication of your prophets, from Adam alayhi salam to Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Accept our du'as as you accepted them from your prophets. Ya Rab, we ask for your rahmah, your mercy, and your compassion by your name, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafoor. You bestow your love and compassion unto us and forgive us. Forgive all our sins, accept our repentances. Ya Rabbi, Ya Rabbal Alameen, we pray to you with our hearts and tongues and ask for your help under all circumstances. We do know it is you who gives all and it is you who takes all away. You are the whole and sole creator, provider and sustainer.
You save all humanity from this current disease by helping us to find the cure to this disease. Ya Rabbi al-Alameen, wa ya Arhamar al-Rahimeen, take all of us and all humanity out of this miserable condition. As you stated in the Qur'an, there is an ease for every hardship. Therefore, rescue all humanity from this hardship. You are indeed all forgiving. You love to forgive and forgive all of us, Ya Rabbi al-Alameen. Ya Rabbi al-Alameen wa Ya Arhamar al-Rahimeen, protect us from all kinds of visible and invisible evils, calamities, dangers and illnesses. Keep us all united and help us to be a good Muslim. Grant us goodness in this world and in the hereafter. Ameen. Ameen Ya Rabbi al-Alameen. Ey bu okuduğumuz Kur'an'ın, yaşadığımız dünyanın, kainatın sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Ya Rabbel Alemin, peygamberlerin, mazlumların, muhtaçların dualarına icabet eylediğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin kıl ya Rabbi. Bütün dünyayı kuşatan salgın karşısında bizlere inayetinle lütfeyle. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Şu anda huzurunda ellerini sana açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlularımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, şu zor durumu hayırlara tebdil eyle. İlahi Ya Rabbi, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ya Rab, bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize, hasaten sağlık çalışanlarına yardım eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme. Ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi, direncimizi artır ya Rabbi. Bizlere sabırlar, metanetler ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Okumuş olduğumuz surelerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, Hacı-i Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz, vasıl eyle. Onun şefaatine nail olan güzide kullarından eyle bizleri. Ya Rabbi, onun güzel ahlakına erişen, bu şekilde yaşayan güzide kullarından eyle bizleri. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hatem'e, gelmiş geçmiş bütün enbiyanın, asfiyanın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Ashab, tabi'un, etba'u tabi'un, eyyime-i müçtehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in hazıratının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bu beldelerden, bu diyarlardan gelmiş geçmiş tüm ehli imanın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Hasreten, zor günlerden geçtiğimiz şu durumda, korona sebebiyle hayatlarını kaybetmiş olan Berrin Güçlen, Ekrem Kurt, Nadir Kara Sekreter, Hasan Eroğlu, Nuh Yüksel, Habib Karaçay kardeşimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Yine hasaten Gökmen Leventeli, Oğuz Fenercioğlu, Mustafa Doğu İli, Gloria Güçlen, Nurten Yücel kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Yine hasaten Ayşe Göl, Hakan Şahin, Sofya Süleyman, Şükret Uygun kardeşimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Yine çeşitli sebeplerle geçtiğimiz hafta içerisinde vefat eden
Mehmet Canöz, İsman, İsmet Kaplan kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, taksiratlarını affı mağfiret eyle. Makamlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle. Bizleri her türlü kötülüklerden, musibetlerden hifz-ü emin eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.